عندنا. فالنقطة الثانية وهي أننا درنا واحد البلاطو تاع العدائين اللي هو ما بين كاين ما بين يعني المغاربة والكيني اللي من طبيعة الحال الإثيوبيين والبحرين كما كنشوفوا على الصورة. فهناك عباسي الفائز ب 10 كيلومتر ديال الأسطى هذه يعني أسبوعين، وهو من أقوى العدائين يعني عباسي، فهو عداء مغربي ولكن للأسف هو يعني مجنس بجنسية بحرينية. فهناك يعني نجيب القاضي توا كذلك، هناك عاوتاني السلموني، هذو من بين العدائين الاقوياء في هذا المسافه ديال نصف ماغاطون. تواجد كذلك في مقدمه السباق كينيين اللي هما جاوا عازمين كل العزم انهم يحطموا هذا الرقم القياسي ديال نصف ماغاطون ديال مدينه بركان. ولكن كاين ايضا حسن العباسي اللي معاهم في المجموعه. بطبيعه الحال انا هضرت عليه قبل، حسن العباسي اللي هو مجنس بحريني، فهو الان متواجد معاهم، وحتى هو يعني بالكلام ديالي معاه بالامس فهو عازم كل العزم انه يفوز بهذا النصف ماغاطون. فالحمد لله الظروف كلها ملائمه، داكشي اللي ما كنا كنطلبوه قبل يعني متوفر، الظروف يعني الجو زوين، المشاركين اقوياء، الظروف كلها متوفره في الباركور، ريفيطيمو الى اخره. فنتمنى ان شاء الله باش يوفقهم الله ونحققوا واحد الرقم قياسي جديد لهذه المدينه مدينه بركان، وتصنف نصف ماغاطون ديال مدينه بركان من بين نصف ماغاطونات الدوليه. نعم، اذا يصنف من بين الماراثونات الدوليه. وكتشاهدوا الصور اللي كتعطينا صوره على المسار اللي اختاروه المنظمين، لا يختلف كثيرا على المسار السابق، ولكن كان هناك العديد من التعديلات على مستوى الممرات حتى يكون هناك تعريف بكل الخصوصيات بالامكانيات الطبيعيه، خصوصا الطبيعيه ديال منطقه مدينه بركان وايضا الجهه الشرقيه. كما ذكرت هذا موعد افريقي بمشاركه العديد من الابطال الافارقه الذين جاءوا لحضور هذه التظاهره لتحقيق الارقام القياسيه، تحطيم الرقم السابق الذي تحقق خلال الدوره السابقه الدوره الاولى، وايضا تسجيل هذه الارقام وتسجيل هذا نصف ماراثون وايضا سباق 10 كيلومترات ضمن الماراثون ضمن نصف ماراثونات العالميه. لا ننسى ايضا انه سباق 10 كيلومترات كان خاصا بالابطال المعروفين، ولكن ايضا حتى انه يمكن المنظمون كل المشاركين من هذه التظاهرة الدولية، وبالتالي لكل حسب إمكانياته المشاركة في هذه التظاهرة. إذا نظن أنه السي خيري بالخير ألعاب القوى في المنطقة الشرقية عنده واحد المكانة يمكن نقولوا كرة القدم حاضرة دائما، ولكن أيضا ألعاب القوى كاين فرص أكثر ليكونوا أبطال ليمثلوا المنطقة ليخلفوا هشام القروش ليحققوا إنجازات أحسن. حقيقة هذا ما نتمناه، أننا هذه جميع التظاهرات التي نقوم بها في المنطقة الشرقية، لا في بركان ولا في وجدة ولا في الناظور ولا جميع العملات المنطقة الشرقية، نقوم بها التظاهرات من أجل يعني البحث عن الأبطال للمستقبل إن شاء الله. ونعرفوا أن التاريخ ديال ألعاب القوى الوطنية هناك كانوا أبطال، وبالخصوص كان هناك أبطال من مدينة بركان وهو البطل العالمي كما قلنا هشام القروش، وكانوا أبطال كذلك في بعض المسابقات كزبيدة العيوني ومثلها، ولكن الآن إن شاء الله نعمل على أننا باش يكون عندنا أبطال في المستقبل إن شاء الله. نعم، إذا العمل من خلال هذه التظاهرات، من خلال أيضا التكوين، لا ننسى أنه تم إنشاء مركز للتكوين من طرف الجامعة الملكية للألعاب القوى هنا في مدينة بركان ضمن عمل يهدف إلى البنيات، ترسيخ البنيات التحتية الرياضية، خصوصا لأنها هي حجر الزاوية في اي تكوين، في متابعه، في تسهيل ماموريه نحو الابطال الطامحين الى ان يكونوا ابطال الغد. الان الجامعه حقيقه قامت بعده وهو خلق منشات رياضيه، حلبات مطاطيه في جميع المناطق، وان شاء الله هناك برنامج في المستقبل اللي غادي تكون تقريبا لكل مدينه يكون تكون فيها واحد حلبه مطاطيه، وكذلك مراكز للتكوين والتدريب.